السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرصت جماهير فريق طرابزونسبور التركي على توجيه رسالة إلى عمال الإنقاذ الذين شاركوا في مساعدة الشعب التركي عقب حدوث الزلزال المدمر في الأسبوع الماضي. ورفعت جماهير فريق طرابزونسبور التركي قبل انطلاق مباراة فريقها أمام بازل السويسري مساء أمس الخميس تيفو يصور عامل إنقاذ جزائري والذي أنقذ طفل صغير والذي احتل مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم. وقامت الجماهير التركية برفع تيفو عالمي بصورته لتكريمه وتكريم جميع العمال التي ساهموا في إنقاذ تركيا بعد الزلزال. واحتضن ملعب ميديكال بارك في مدينة طرابزونسبور التركية المواجهة بين طرابزونسبور وبازل السويسري ضمن منافسات دور الملحق لبطولة دور المؤتمر الأوروبي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.